أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لتسليط الضوء على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن انتهاكات القوات السعودية في المحرقة. قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن القوات العسكرية السعودية والقوات اليمنية المدعومة من قبلها نفذت انتهاكات خطيرة ضد اليمنيين في محافظة المهرة منذ يونيو 2019. شملت تلك الانتهاكات الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاختفاء القسري والنقل غير القانوني للمحتجزين إلى السعودية. نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش قال إن الانتهاكات التي ارتكبتها القوات السعودية وحلفائها اليمنيين ضد سكان البهر المحليين هي أمر مرعب يضاف إلى قائمة الأعمال غير القانونية التي ارتكبت. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: إلى متى ستظل الانتهاكات السعودية بحق المعارضين لأطماعها؟ وما هي السبل المتاحة لإنقاذ السكان في المهرة في ظل تخاذل الشرعية؟ قبل النقاش نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود. كل يوم تتكشف حوادث جديدة حول انتهاكات القوات السعودية في اليمن. محافظة المهرة شرقي البلاد باتت مسرحا جديدا للانتهاكات والتعذيب والسجن. منظمة هيومن رايتس ووتش قالت إن القوات العسكرية السعودية والقوات اليمنية المدعومة منها ارتكبت انتهاكات خطيرة ضد اليمنيين في محافظة المهرة منذ يونيو 2019. شملت الانتهاكات الاعتقالات التعسفية والتعذيب والإخفاء القسري والنقل غير القانوني للمحتجزين إلى السعودية. وبحسب المنظمة فإن سكانا محليين أكدوا أن القوات السعودية اعتقلت بشكل تعسفي متظاهرين كانوا يحتجون على وجودها في المحافظة اليمنية، بينما قال محتجزون سابقون إنهم عذبوا في مرفق احتجاز غير رسمي في مطار المدينة يشرف عليه ضباط سعوديون. عائلات المحتجزين قالت إن القوات السعودية أخفت قسرا 5 محتجزين على الأقل لمدة تتراوح بين 3 و5 أشهر، بينما نقلوا بشكل غير قانوني إلى السعودية ولم تقدم معلومات عن مكانهم. نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة قال إن الانتهاكات التي ارتكبتها القوات السعودية وحلفاؤها اليمنيون ضد سكان المهرة هي أمر مرعب يضاف إلى قائمة الأعمال غير القانونية التي ارتكبت. أن السعودية تضر بسمعتها بشدة لدى اليمنيين عندما تنفذ هذه الممارسات التعسفية وتمر دون حساب. إذن لمناقشة أوسع حول هذا الموضوع ينضم إلينا من محافظة المهرة نائب رئيس اللجنة الإعلامية بلجنة الاعتصام سميح الوضاحي. مرحبا بك معنا سيد سميح. أهلا وسهلا، حياكم الله. حياك. بالنسبة لتقرير حقوق أو تقرير حقوقي يتحدث عن انتهاكات جسيمة بحق أبناء المهرة من قبل القوات السعودية، أنتم في الداخل المهري أو اليمني، ما هو الوضع أمامكم بداية؟ في البداية أشكر قناة بلقيس على إتاحة لنا هذه الفرصة، ومن خلال التقرير الذي عرض فيعتبر هذا تقرير شفاف وتقرير شامل يضم كثير من الانتهاكات التي حصلت في محافظة المهرة وكذلك في غيرها من المحافظات اليمنية. فالانتهاكات انتهاكات كثيرة وانتهاكات جسيمة، ونحن في محافظة المهرة يعني حولت هذه المحافظة من مطارها المدني إلى سكنة عسكرية وإلى قاعدة عسكرية، وحرم أبناء المهرة من خدمات هذا المكان وهذا المرفق الحيوي. كذلك شواطئ محافظة المهرة تحولت إلى معسكرات وإلى سكنات، وكذلك أصبح تضييق على أبناء محافظة المهرة لأن أغلب سكان محافظة المهرة وبعضهم أو جلهم يعملوا في مهنة الصيد. كذلك المنافذ، محافظة المهرة يوجد بها منفذين بريين مع سلطنة عمان، ميناء شحن البري وهو أكبر منواني في الجمهورية اليمنية، وكذلك ميناء طرفي، وهذه طبعا في تضييق كثير على حركة مرور المسافرين وكذلك التجارة وعلى التجار وغيرها.
لكن بالنسبة سيد سميح، بالنسبة لي أنتم كمعتصمين، هل تعرضتم لانتهاك مباشر من قبل القوات السعودية هنا؟ نعم، الاعتصام قد تعرضوا لانتهاكات، ومن ضمن هذه الانتهاكات في الأنفار عندما كان أبناء مديرية حصوين ومعهم أبناء محافظة المهرة معتصمين رافضين للتواجد السعودي الغير مبرر، وتعرضوا لهم يتناولوا وجبة العشاء في إطلاق نار، وقتل اثنين من المعتصمين هم ابن نشوان وابن الجدحي. وكذلك عندما قامت هذه القوات بتضييق على الصحافة والصحفيين من اعتقال يحيى الصواري وبدر الصواري وكثير من الانتهاكات وكذلك الغير مبررة التي طالت المعتصمين والتضييق عليهم، كذلك إصدار مذكرة باعتقال قادة الاعتصام في محافظة المهرة. نعم، تفضل بالبقاء معي سيد سميح. ينضم إلينا أيضا من الأردن مسؤول التواصل الخارجي لاعتصام المهرة أحمد بلحاف. مرحبا بك معنا سيد أحمد. أهلا وسهلا سيد أحمد. تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش يتحدث عن انتهاكات خطيرة ومروعة، ما الذي يحدث بالضبط في محافظة المهرة؟ نعم يا عزيزي، القوات السعودية نحن نعتبرها اليوم هي قوات احتلال لمحافظة المهرة، فمنذ قدومها في نوفمبر 2017 وهي تقوم بممارسة انتهاكات بحقوق الإنسان، حيث نجدها أنها تضايق الصيادين، تعتقل المواطنين اليمنيين سواء كانوا من المهرة أو قالب أنهم من محافظات أخرى، أو مضايقة النشاط الصحفي والإعلامي والحقوقي. فكل تلك الممارسات هي بعيدة عن ما تروج له السعودية أنها تقوم بدعم التنمية أو إعادة الأعمار في محافظة المهرة التي هي أساسا لم يكن بها أي حرب، فيفترض من البرنامج أعمار اليمن أن يكون في عدن أو في مأرب أو في المحافظات التي هي تشهد معارك أو حرب أو تعرضت للدمار من أي طرف من أطراف الحرب. القوات السعودية يوما بعد آخر وهي تتوسع في بناء معسكراتها، في بناء قواعدها العسكرية، في دعم الخارجين عن القانون، لكن أبناء محافظة المهرة كان لهم وقفاتهم الاحتجاجية واعتصاماتهم التي تنظمها اللجنة العليا للاعتصام أبناء محافظة المهرة، وهم يرفضون كل تلك الممارسات وذلك التواجد العسكري غير المبرر في محافظة المهرة. لكن بالنسبة للقوات السعودية، أنت أشرت أنها تقوم بانتهاكات كبيرة في المحافظة، هل القوات السعودية لوحدها تقوم بهذه الانتهاكات أم أن القوات اليمنية أيضا التابعة لها تمارس دور مماثل في المحافظة؟ بالطبع قوات الاحتلال السعودي لها أدوات ولها أذناب وتضخ الأموال لكثير من الناس وتستغل فقر الناس للدفع بهم، وأيضا لديها ميليشيات من الخارجين عن القانون وجلبت من حتى من خارج اليمن وليس من خارج المحافظة فقط، استخدامهم في معسكراتهم واستخدامهم في السجون السرية، استخدامهم في قمع في خلق حالة من التوتر وقلق السكينة العامة. السعودية تقوم بكل ما هو يساهم في أحداث الفوضى وأحداث الزعزعة الأمنية، وكان آخر أدواتها على رأس السلطة المحلية راجح باكريت الذي تم إقالته بالضغط الشعبي من أبناء محافظة المهرة واستجابة الشرعية لذلك. السعودية نعتبرها في محافظة المهرة قوة احتلال، ولا زلنا نطالب بخروجها من محافظة المهرة وذلك بمساندة القبائل محافظة المهرة التي يقودها الشيخ علي سالم الحريزي، وأيضا بقيادة لجنة الاعتصام السلمي التي يترأسها الشيخ علي. لكن سيد أحمد، في ظل هذه الانتهاكات التي تمارس من قبل السعوديين على حسب التقرير وأيضا تأكيد كلامك، منها الاعتقالات والتعذيب والإخفاء القسري وحتى النقل إلى السعودية، ما الذي تهدف إليه السعودية من وراء هذه الممارسات برأيك؟ بلا شك أن السعودية تريد أن تفرض وأن تضع يدها وتبسط يدها بقوة سلاح، بقوة بأسلوبها القمعي على محافظة المهرة، لا تريد أن ينتقدها أحد أو أن يطالب برحيلها، هي تعرف أنها أتت بعيدا عن الأهداف التي أعلنت عنها، هي أتت بعيدا عن الشرعية، هي أتت
بشكل احتلال، فهي تريد أن تفرض سيطرتها على محافظة المهرة وأن تمرر أجندتها ومطامعها التي تهدف إليها، ومنها أن تكون محافظة المهرة ساحة لانطلاق، أن تكون ساحة ومعسكرات لها باتجاه البحر العربي، أن هناك أهداف ومطامع اقتصادية مثل مد الأنبوب النفطي، ولقد شاهدنا ذلك في نهاية 2018 عندما حاولوا البدء بإنشاء بعض المشاريع كخط اسفلت لأنبوب النفط من محافظة القرقير مرورا بصحراء المهرة، ولكن عارضته القبائل ورفضوا ذلك. السعودية أطماع وأجندة تريد أن تفرضها في محافظة المهرة بقوة السلاح، وأن توجد واقع تكميم الأفواه ومحاربة حرية التعبير، ولكن أبناء محافظة المهرة أثبتوا قوتهم وأثبتوا أن كلمتهم وأثبتوا أن محافظة المهرة لن تكون إلا مصدر سلام وأمن كما كانت وكما يعهدها جميع اليمنيين. فمحافظة المهرة إذن ترويع وتكميم للأفواه وتكميم للأفواه. سيد أحمد، نعود إلى سيد سميح نائب رئيس اللجنة أو اللجنة الإعلامية بلجنة الاعتصام، أين هل قمتم بدعوة أو رفع قضية ضد التواجد السعودي، وأين وصلت هذه الدعوة، وأيضا هل أيضا أشرتم في هذه الدعوة للانتهاكات التي تمارسها ضدكم؟ نعم، لجنة الاعتصام قامت أولا مكتب حقوق الإنسان، مدير حقوق مكتب الإنسان سابقا قدم تقرير شافي عن هذه الانتهاكات، والآن في يتم جمع هذه الانتهاكات ورصدها، وسيتم يعني تقديم إلى الجهات الحقوقية وإلى المحاكم سواء كان يمنية أو غير يمنية ضد هذه الانتهاكات التي تحصل في محافظة المهرة. باعتقادك هل سيستسلم أبناء المحافظة لهذا الترويع الذي يحدث والأمر الواقع للسعودية لتقوم بفرض أمر واقع تسعى خلاله من هذه الممارسات، هل سيستسلم أبناء المحافظة لهذه السلوكيات من السعودية؟ أبناء محافظة المهرة هم السباقون يعني في التظاهر السلمي وفي الاعتصام، ولن يستسلموا، اعتبر هذه لن الزمخشرية، يعني لن يستسلموا ابدا لهذه الانتهاكات مهما كلف الثمن. وابناء محافظة المهرة قد عزموا على ان خروج هذه القوات الغير مبرر فيها، فنحن الى الان لم نجد تفسير لتواجد القوات السعودية على ارض المهرة، فنجد المناطق الساخنة التي فيها القتال وفيها الجبهات، هذه المناطق الصغنة هي التي أجدى بدعم القوات والمجزرات والمدرعات والطائرات وغيرها. أما لكن السعودية لديها تفسير سيد سميح، السعودية لديها تفسير أنكم تقومون أو مثلا تتهمكم بأنكم تعملون لصالح دول معادية للسعودية في المهرة. هذا اتهامات باطل، واتهامات الآن لهم أكثر من سنتان في المنافذ وغيرها، لما يستطيعوا أن يثبتوا ولو قضية واحدة على أبناء المهرة أنهم هم من يهرب السلاح أو غيره كما يدعون، فهذه قضايا باطلة وهذا اتهام باطل، وهذا مردود عليهم وكذلك مردود عليهم دون أي إثبات لذلك على أبناء محافظة المهرة. نعم، شكرا لك سميح الوضاحي نائب رئيس اللجنة الإعلامية بلجنة الاعتصام، كنت معنا من محافظة المهرة. نعود لضيفنا من الأردن السيد أحمد بلحاف، سؤال أيضا مكرر لك، هل سيستسلم أبناء المهرة لمحاولات التخويف السعودية كونك أنت أحد أبناء هذه المحافظة؟ ما بدأ أبناء محافظة المهرة وخصوصا المعتصمين هذا المشوار لكي يستسلموا أبناء محافظة المهرة، بدأوا ويعرفوا أن الطريق ليس مفروشا بالورد، وان هذا الطريق سيتعرضون لكثير من المصاعب، وان السعوديه تدفع بكل قوتها بسلاحها برجالها بمالها بادواتها لكي تحتل هذه المحافظه، كما اسلفت لاسباب لتوسع عسكري لامتداد جغرافي لاجنده ومطامع اقتصاديه، ولكن ابناء محافظه المهره سيتفهمون اي مصالح للسعوديه للمملكه العربيه السعوديه، ولكن من النوافذ والابواب القانونيه عبر مجلس النواب عبر دوله مستقره
فأبناء محافظة المهرة لن يستسلموا بهذه السهولة وترك الأمور ليتلعب السعودية كما يحلو لها في محافظة المهرة وعسكرتها وتهديد أمنها وهويتها وثقافتها وخصوصيتها. أبناء محافظة المهرة لهم مطلبهم منذ قبل هذه الحرب هو أقليم المهرة وسقطرة إطلاقا من خصوصيتهم الثقافية واللغوية. فاليوم هذا التواجد العسكري يعيق هذا المطلب الذي يطالبون به أبناء محافظة المهرة، فأبناء محافظة المهرة أجمعوا وأيضا أبناء سقطرة يساندوهم من المحيط في رفض القوات الإماراتية في سقطرة، وأبناء محافظة المهرة يرفضون القوات السعودية في المهرة. وردا على سؤالك بكل وضوح وبكل شفافية، أبناء محافظة المهرة مستمرون في مشوارهم ولن يستسلموا حتى خروج هذه القوات من محافظتهم. إذن مستمرون في مشوارهم ولن يستسلموا. ابقى معي سيد أحمد. ينضم إلينا أيضا من اسطنبول الكاتب الصحفي عامر الدميني. عامر مرحبا بك معنا. أهلا بكم سيد عامر. اعتمادا على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، هل خرجت الانتهاكات السعودية من دائرة التعتيم الآن، وبالتالي أصبح العالم اليوم يعرف ما الذي يحدث في محافظة المهرة؟ بالفعل تقرير منظمة هيومن رايتس يعد الآن أعلى وأرفع وثيقة قانونية دولية وثقت للانتهاكات التي تمارسها القوات السعودية والميليشيا المدعومة منها في داخل محافظة المهرة، وهي بهذا الأمر تنقل تلك الانتهاكات تلك الممارسات إلى العالم وتعطي العالم صورة واضحة لا تقبل التأويل ولا التفسير بما يجري في محافظة المهرة. ظلت الأوضاع في محافظة المهرة طوال الفترة الماضية في مرحلة صدام ومرحلة ربما جدل داخلي داخل المحافظة بين أبناء المحافظة وبين السعودية، لكن اليوم بهذا التقرير تكون الصورة قد اتضحت للعالم أجمع بما يجري داخل محافظة المهرة، وكشفت الصورة التي تحاول القوات السعودية تسويقها للعالم بأنها تمارس مهام الإعمار وتمارس مهام إنسانية داخل محافظة المهرة. لكن التقرير اليوم يسلط الضوء أكثر ويفضح ما تفعله هذه القوات من ممارسات ميليشياوية ومن أفعال سوداء ومن انتهاكات كبيرة لا تعرفها المهرة من قبل، ولم يتعرض لها أبناء المهرة ولم يعانوا منها إطلاقا عبر تاريخهم. اليوم هذا التقرير ينبغي عدم الصمت عليه وينبغي عدم السكوت، فهو تقرير كشف مختلف الجوانب المتصلة في صعيد عمل القوات السعودية وما ترتكبه على الأرض وما فعلته في المطارات والمراكز المدنية التي تحولت إلى مراكز اعتقال واحتجازات اعتقال وتعسف مورس فيها التعسف بحق المواطنين وصدرت حرياتهم. هي مظاهر وصاية واحتلال لا يمكن كان لأحد من قبل أن يتصور أن هذه المظاهر سيد عامر وهذه السلوكيات، هل ستنجح السعودية في تطويع أبناء المهرة بما يخدم أهدافها برأيك؟ لا أعتقد أن السعودية قادرة على تطويع أبناء المهرة. ما يميز أبناء محافظة المهرة جميعا أنهم يد واحدة، وأنهم مهما سادت الخلافات بينهم فإنهم جميعا يتمسكون بمصير واحد، هم مؤمنين بعدالة قضيتهم حتى وإن اختلفوا إلى ربما إلى أكثر من معسكر، لكن جميعهم متفقون وهذا ما تبرزه الحقائق على الأرض بأنهم ينبغي أن يقفوا يدا واحدة لمكافحة هذا لمواجهة هذا الاحتلال الذي يعتبرونه احتلالا بالنسبة لمنطقتهم. السعودية للأسف جميع المؤشرات تشير على أنه لا يمكن أن تخضع هذه المحافظة بسبب الممارسات والانتهاكات والأعمال والتصرفات التي انتهكتها طوال الفترة الماضية، وهي تصرفات عززت من شعور بالانتماء إلى المحافظة بالنسبة لأبناء المحافظة وتساوى الجميع بهذه الانتهاكات التي مورست عليهم، بالتالي نضجت لديهم النظرة الكاملة بأن المحافظة تستحق أن يكون أبنائها صفا واحدا لمواجهة هذه الأساليب التي تمارسها القوات السعودية والميليشيا التي تدعمها داخل المهرة، وبالتالي لا يمكن للسعودية أن تمرر ما تريد في ظل هذه الجملة وهذا الكم الكبير من الانتهاكات والتعسفات والأعمال الميليشاوية التي ترتكبها والتي حولت المهرة إلى مكان إلى بؤرة صراع ومنطقة فوضى لم تشهدها من قبل. نعم أحمد بلحاف، بعد تعيين محافظ جديد للمهرة محمد علي ياسر، هل سيحدث تغيير للمحافظة محافظة المهرة فيما يتعلق بالنفوذ السعودي هناك؟ بالنسبة للجنة الاعتصام السلمي سبق وأن أعلنت موقفها ورحبت بقرار الشرعية في تعيين محمد علي ياسر لكونه رجل الدولة وإخراج راجح باكريت رجل العصابات ومؤسس الميليشيات في محافظة المهرة. لجنة الاعتصام في أكثر من لقاء خلال الفترة من خلال فترة قدوم الشيخ محمد علي ياسر إلى المهرة
أو تقوى تحدثوا كثيرا عن أنها دور الميليشيات وكيفية إعادة الأمن والاستقرار إلى محافظة المهرة. هناك تواصلات بين قيادة لجنة الاعتصام والمحافظ الجديد. بالنسبة لآلية العمل لجنة الاعتصام هي مستمرة في نضالها السلمي حتى خروج المحتل من محافظة المحتل السعودي من محافظة المهرة. لجنة الاعتصام أعلنت أنها ستقف إلى جانب المحافظ الجديد فيما يحفظ الكرامة والسيادة في محافظة المهرة. محافظة المهرة أمامها ملفات كبيرة ومثقلة بكثير من الـ من الـ من الـ من فساد راجح باكريت، ووعد بأن يعمل معالجات للوضع الاقتصادي والأمني في محافظة المهرة. ولجنة الاعتصام مستمرة في نضالها وستستمر في فعالياتها وأنشطتها، ولديها أنشطة قريبة ستعلن عنها في العاصمة الغيضة. شكرا لك أحمد بلحاف، مسؤول التواصل الخارجي لاعتصام المهرة، كنت معنا من الأردن. نعود إلى ضيفنا سيد عامر. موقف الشرعية وتخاذلها، هل يمكن سيد عامر أن يؤثر في معادلة الصراع في المهرة؟ يبدو أن فقدنا الاتصال بالسيد عامر الدميني. إذن وبهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من زوايا الحدث. نشكركم على المتابعة، ولكم التحية مني ومن معد الحلقة ماهر أبو المجد، وفي أمان الله.